للمزيد من المتابعة النقاش ينضم إلينا من الخليل أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. ما الذي يمكن أن يحمله بلينكين هذه الزيارة السادسة وهو الآن يتم استقباله في تل أبيب؟ ما هي النقاط التي سيضغط بها على هذه الحكومة لوقف الحرب أو لإحداث هدنة إنسانية في قطاع غزة؟ تحياتي لكم ولكافة المشاهدين. في حقيقة الأمر أن زيارة بلينكين لتل أبيب الخاطفة وفق ما وصفها الإعلام العبري تأتي في سياق محاولة إعادة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية إلى سياقها الطبيعي والأصلي والذي قائم على الشراكة المتبادلة والتي هي أشبه بتوأم بين البلدين منذ أن نشأ الكيان الإسرائيلي في المنطقة. ولكن هذه الزيارة بالتحديد اليوم تأتي في ظل فشل المفاوضات في الدوحة والتي كان من المفترض أن تفضي إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى مجموعة خيبات أمل تلقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي تحدث لأكثر من مرة عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الحرب، وصولا طبعا إلى عودة الأسرى الإسرائيليين من الحدث في قطاع غزة. هذه مكتملة مجتمعة مع نفسها تقول بأن العلاقة الآن بين الولايات المتحدة وبنيامين نتنياهو، وهنا دعنا نتحدث بمنطق بأن بنيامين نتنياهو هو عامل التصعيد والتفجير في العلاقة بين البلدين على عكس بقية أركان الحكومة، وعلى وجه الخصوص جانتس الذي زار الولايات المتحدة والتقى بمعظم أركان الإدارة الأمريكية. إذا هناك محاولة من الإدارة الأمريكية وعلى وجه الخصوص بلينكين لإعادة هذه العلاقة إلى سياقها الأساس والطبيعي. بنيامين نتنياهو، وسبق أن تحدثنا عبر شاشتكم الكريمة، أنه فجر المفاوضات الدوحة وأفشلها من خلال عملية الشاطئ التي أطلقها جيش الاحتلال منذ حوالي 5 أيام في مسعاه لاستمرار بقائه رئيسا للوزراء في ظل ازدياد حجم الازدراء إذا ما جاز التعبير في المجتمع الإسرائيلي من الإخفاقات الإسرائيلية والفشل الكبير في تحقيق أي من الأهداف التي رفعها الاحتلال. لكن كيف يفهم هذا السياق الذي تتحدث عنه أستاذ أحمد في ظل أن السفيرة الأمريكية بالولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تتحدث عن أن واشنطن ترغب في تقديم مشروع قرار جديد يحمل وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات؟ هذا تقدم ربما لا ترغب فيه هذه الحكومة الإسرائيلية. يعني حقيقة بأن مشروع القرار غدا السبت سيمضي على إعداده والإعلان عنه أسبوع كامل، هو منذ اليوم السبت، ولكن الإدارة الأمريكية والخارجية الأمريكية تلوح بهذا المشروع لكنها لغاية اللحظة لم تقدم على تقديمه إلى المجلس الأمن. هي تعي تماما بأن القرار إذا ما قدم سينال طبعا سيحصل على موافقة مجلس الأمن وسيتحول إلى قرار ملزم وفق ميثاق الأمم المتحدة، ولكن تعي أيضا الإدارة الأمريكية أن هذا القرار سيشكل مثابة هزيمة للاحتلال الإسرائيلي، سيضع إسرائيل أمام خياران أحلاهما مر، إما القبول به والتسليم بالأمر الواقع وهو رغم الدمار الذي حل بقطاع غزة إلا أن أهداف الاحتلال لم تتحقق، أو أن يدفع إسرائيل إلى العصيان الدولي وأن تعصي إسرائيل قرار مجلس الأمن، وهذا أيضا سيضعها في موقف حقيقة يعني لا تحسد عليه، خاصة في ظل أن معسكر الداعم لإسرائيل أصبح متصدعا اليوم. نشاهد مواقف في إن كان ذلك في كندا أو بريطانيا أو هولندا أو العديد من دول العالم التي هي بالأساس محسوبة على المعسكر الداعم لإسرائيل، وبالتالي إسرائيل ستجد نفسها في موقف وفي موقع لا يمكن لها أن تتجاوزه، خاصة في ظل أن المشروع الأمريكي المقدم هو بالأساس صادر عن الإدارة الأمريكية عن الخارجية الأمريكية، وبالتالي رفضه يعني أن هناك حالة من التمرد إسرائيليا اتجاه الولايات المتحدة. وهذا بالمناسبة مسألة التمرد الإسرائيلي وخاصة تمرد بنيامين نتنياهو أثير في الأيام الأولى للحرب عندما تم إثارة مسألة أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفتح جبهات أخرى كجبهة لبنان في الأيام الأولى للحرب، ولكن ما لبثت هذه الأحداث أو هذه التصريحات أن خفتت إسرائيليا، في حين وصفت بأنها فيها تمرد على الإدارة الأمريكية وكذلك فيها رفضا للإدارة الأمريكية. اليوم
الأمر مشابه إلى حد ما. الاحتلال الإسرائيلي حقيقة في حال تقديم المشروع سيجد نفسه المشروع بالمناسبة هو لا يتعلق بإدانة أو إدخال مساعدات، هو وفق ما نشر إعلاميا يتحدث عن وقف كامل لإطلاق النار، وهذا طبعا ما ترفضه لغاية اللحظة حكومة نتنياهو. إذن بدأت الإدارة الأمريكية أستاذ أحمد تبحث عن بدائل للضغط على هذه الحكومة، وهذا البديل هو مشروع أمام مجلس الأمن ربما يسعى الجميع إلى الوصول إليه، خاصة لأنه يتعلق بأمور إنسانية وقف إطلاق النار. لكن برأيك هل سيكون هذا المشروع جريئا أكثر حتى يعمل على وقف شامل لهذه الحرب دون أن تحقق إسرائيل أي من أهدافها؟ يعني مرة أخرى مشروع القرار وفق ما نشر في الصحف العبرية واضح، هو يدعو إلى وقف إطلاق نار، وهناك التفاصيل المتعلقة إن كان ذلك بعمليات تبادل أسر أو إدخال المساعدات. ولكن في مقالات أخرى قرأناها للصحف العبرية تتحدث عن استنساخ تجربة القرار 1701 في عام 2006 والذي أوقف الحرب بين إسرائيل ولبنان في حينه، وذلك القرار لم يجرد حزب الله من سلاحه ولم يلغي وجود حزب الله، ولذلك كان هناك تخوفات في إسرائيل أن استنساخ هذه التجربة في الواجهة الشمالية في الحدود الشمالية مع لبنان وحزب الله إلى قطاع غزة سيبقي حماس، والجميع يعرف بأن إعادة المقاومة وعلى وجه الخصوص حركتي حماس والجهاد لتركيب إعادة تنظيم صفوفها أو بناء هو أمر ليس بالمعقد ولا كذلك بالمستحيل، وبالتالي هذه المخاوف التي هي الآن محور حديث المجتمع في إسرائيل. لذلك نرى انجراف كبير تجاه تأييد العملية العسكرية في رفح من قبل إن كان ذلك النخب السياسية في إسرائيل أو الوزراء أو المجتمع، على اعتبار بأن إبقاء محافظة بحجم محافظة رفح خارج العمليات العسكرية كما الوسطى والشمالية سيبقي حماس كما كانت قبل الحرب. أشكرك شكرا جزيلا أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.